بصوا كده يا رجاله، لو تفتكروا الحديده دي لحام الارجون، فاكرين دي حديده سيبناها في الميه، يعني ده كان لحام ارجون لحمناه، ده هو اللي احنا شايفينه ده، وسيبنا الحديده دي حوالي بتاع شهر في الميه لغايه ما الميه نشفاء نفسها نشفت. وبص الصدى، بص الصدى، بص الصدى كان للحديده ازاي. فضل بقى ايه، بصوا هنا لو ناخد بالنا كله صدى بالحام الارجون، ولكن لحام الارجون تحس ان هو ايه عايز يقاوم برضه. يعني لو ناخد بالنا هنا كده، هو من هنا من الجنب ده حصل فيه زي صدى كده اهو، ولكن في جميع الاحوال لحام الارجون او السي او 2 ده هيكون يعني اقوى من لحام الاكسجين او الحديد. بص هنا تحس ان الصدى مش عايز ياكلها برضه. طب الكلام ده يفيدنا في ايه؟ الكلام ده يفيدنا في، عارفين انتوا لما بنيجي نغير قطعيات رفارف او حاجات زي كده، مثلا الرفرف يكون معانا متغير كده اهو، اللحام ده احنا بنلحمه من هنا، بتلحم من بره. طب من جوه، من جوه فايده بقى اللحام الارجون من جوه هنا ايه؟ ان هنا انت بتعالج من جوه، انت مش عارف تطوله. لحام الارجون بيكون مقاوم للصدى بقى في الحته دي، وطبعا جوه بيكون ليها يعني لو في بخاخات او اي حاجه تعزل الصدى او كلام من ده يكون افضل. يعني ان شاء الله في التعليم المسبق هنسيب لكم فيديو ايه عن الموضوع ده تفصيلي، ازاي اللحامات دي بي 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 بتتم يعني معالجتها وكده. ولكن ادي شكل الحديده ان شاء الله برضك، يعني كنا عاملين لها فيديو قبل ما نحطها في الميه. ادي الوضع يا رجاله، تحس ان الصدى مش قادر برضك ياكلها، مقاوم طبعا عن الحديد يعني، وهو اللحام اقوى من الحديد. صباح الفل يا رجاله.